مصلى عمر ابن الخطاب في المسجد الأقصى المبارك. مكتوب على مدخل المصلى: فإذا جاء وعد الآخرة ليسوءوا وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة. هذه الآية رقم 7 في سورة الإسراء. هذا المصلى اللي هو من المصليات المسقوفة في المسجد الأقصى المبارك يسمى مصلى عمر ابن الخطاب، يسمى مصلى عمر ابن الخطاب. هذا المصلى يقع في الجزء الشرقي الجنوبي للجامع القبلي، في الجزء الجنوبي الشرقي في الجامع القبلي. هذا المصلى إطلالاته من هذه النوافذ تكون على آثار القصور الأموية، تكون على آثار القصور الأموية الواقعة في الجزء الجنوبي للمسجد الأقصى المبارك. هذا المسجد له محراب، والمحراب لا يتوسط المسجد لأنه تم اقتطاع جزء من المسجد، تقريبا ثلث المسجد، وتخصيصه ليكون عيادة، وتخصيصه ليكون عيادة. إذن هذا المحراب ويعلوه نافذة صغيرة. المفتوح الآن فيه 3 نوافذ في هذا المصلى، مصلى عمر بن الخطاب. هذا القاطع هون اللي تم اقتطاعه وتخصيص عيادة في الجزء الآخر. طبعا هذا التكسير نتيجة الاقتحامات التي يقوم بها الاحتلال الصهيوني للمسجد الأقصى المبارك. كيف يوصل لهذا المسجد؟ من خلال الدخول إلى الجامع القبلي، الجامع القبلي. ففي الجزء الجنوبي للجامع القبلي ممكن الدخول لمصلى عمر إما من خلال هذه الغرفة التي تسمى الأربعينية، ممكن تدخل من خلالها لمصلى عمر، أو من خلال هذا الباب الرئيسي في الجامع القبلي.